خلينا نتكلم اليوم شوية عن الليسنينج. في نصائح عامة لو أنت طبقتها راح تتفادى أي خطأ مفاجئ ممكن يكون في الامتحان. أول حاجة، تدرب على جميع الأسئلة المختلفة اللي ممكن تجي في الليسنينج. خليك جاهز، لو طلب منك تعبي جدول تعرف كيف تعبيه، تكمل فراغ تعرف كيف تكمل فراغ. فتدربك على اختلاف أنواع الأسئلة راح يساعدك في الامتحان. الشيء الثاني، question booklet لما يجيك الأسئلة، لما يجيك ورقة الأسئلة هذه لك، شخبط عليها زي ما تبغى، حط خط تحت الكيوردز، حط دائرة على الكلمات المهمة اللي تعتقد أنها راح تساعدك تجيب الجواب. ف this is for you, use it as you want. أهم شيء أنها تساعدك تجيب الجواب. آخر شيء، لو ما عرفت تجاوب أي سؤال خمن، ممكن يجي. وفالك التوفيق إن شاء الله.